عقدت النقابة العامة للمحامين 3 جلسات لحلف اليمين القانونية للمحامين الجدد. ترأسها الأستاذ عبد الحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وذلك في نادي المحامين النهري بالمعادي. وشهدت الجلسات ترحيب النقيب العام بالمنضمين حديثاً لمهنة المحاماة مؤكداً على أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي. ووجه نقيب المحامين خلال الجلسات مجموعة من النصائح القيمة للأعضاء الجدد وطالبهم بضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم والاهتمام بالثقافة العامة. ونبه الأستاذ عبد الحليم علام على أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي بقانون المحاماة يحقق طموحات وأمال المحامين. وأوضح سيادته أنه منذ توليه زمام الأمور داخل النقابة عمل على تكثيف كل منابع الفساد. وأشاد النقيب العام باصطفاف المحامين والنقابات الفرعية خلف النقابة العامة حتى الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية.